شاركت دولة الكويت في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة سلطنة عمان لدى البلاد بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عمان 52. حضر الحفل وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية. دولة الكويت تشارك سفارة سلطنة عمان في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة بمناسبة ذكرى العيد الوطني 52 المجيد لسلطنة عمان. أنا سعيد بهذا الحضور المكثف اللي يبين مدى متانة العلاقات العمانية الكويتية، ودائما العلاقات بين البلدين في هذا الوهج وهذا التألق. سائلا المولى العلي الكريم لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وبلدي العزيز سلطنة عمان مزيد من التطور والتقدم والنماء، وللعلاقات بين البلدين بقيادة جلالة السلطان وبقيادة سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مزيد من التطور والنماء. أقيم الاحتفال بحضور وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وشخصيات سياسية واقتصادية ورجال الأعمال ودبلوماسيين حرصوا على تقديم التهاني لسلطنة عمان في ذكرى العيد الوطني المجيد للسلطنة. عيد الوطن العماني هذه المناسبة 52 نحتفل فيها، الله يجعلها عامرة بالأفراح والمسرات. في بادي الأمر أنا أهني حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه بمناسبة هذا العيد، الشعب العماني وحكومة السلطنة رشيدة، ولا يسعني إلا هنا نتمنى كل التوفيق لسلطنة عمان الحبيبة للتقدم والازدهار إن شاء الله. علاقات كويتية عمانية مميزة ومترابطة تمتد عبر التاريخ وترتكز على أساس ثابت من المحبة والأخوة. سالم المانع، تلفزيون دولة الكويت.